بعد انسحاب قوات الأسد من جبال القلمون على الحدود السورية اللبنانية، أعاد الجيش الحر الذي كان متمركزا في بعض النقاط انتشاره على كامل ترابها ليأخذ على عاتقه مهام حفظ الأمن ومنع دخول الغرباء وضبط حركة تهريب السلع والمواد الغذائية والمحروقات. بدأنا رحلتنا لنرصد أوضاعهم ومعاناتهم، وفي طريقنا وقفنا على آثار ضربات الطيران الأسدي الذي كان يقصفهم صباح ذاك اليوم بصواريخ وقنابل حارقة. رجع لك اياها لا كيف زي الحديد بالحراره ابوه الله اكبر. وصلنا في طريقنا الى نقطه لم نستطع بعدها الاكمال بالسياره، فاضطررنا لركوب دراجه ناريه حتى نتمكن من الوصول إلى الكتيبة التي كانت تنتظر الطائرة حتى توجه إليها وابلا من النيران في محاولة لإسقاطها. طائرة ميك كانت تقصف في جبهة القلم. الله أكبر. وعند وصولنا وجدنا ثلة من شباب الجيش الحر المتحمسين منتشرين في الأرض وبين صخور الجبال يحملون أسلحة خفيفة يواجهون بها عدوهم، يحاولون استهداف إحدى المروحيات التي كانت في الأفق ويجهزون لضرب إحدى الطائرات الحربية التي أتت بعدها. أبو محمد مساعد أول منشق عن فرع المخابرات الجوية سألناه عن سبب انتشارهم فرادى وعن معنوياتهم في ظل قصفهم بالطيران الحربي. طبعا اكيد نحن عم نتصدى للطيران الاسدي من الحوامات والميك والسيخون طيارات سيوخويه، والشباب والسوار والجيش الحر منتشرين. طبعا لازم يكون بين السائر والسائر او عنصر الجيش الحر اقل شيء 10 خطوات او حتى 20 خطوه، بس بما انه المكان واسع عم نبعد المسافات لقلة الإصابات تخفيف من الإصابات. تمام. طيب بدي أسألك سؤال تاني، إنه أنتوا بهاي المضادات شايف إنه معكم بس روسيات وكذا، يعني معكم ما في غير سلاح يعتبر هو سلاح متوسط، أنتوا بهالأسلحة ممكن تقدروا تنزلوا طيارة ميك أو حوامة أو أي شيء؟ هو طبعا الاعتماد على رب العالمين إن شاء الله. هو هذا السلاح ما عنا غير سلاح 14.5، يعني ممكن انك تنزل طيارة بس مو اكيد، وان شاء الله نحن بعون رب العالمين ننزل طائرات ومنتصدى للجيش الاسدي ان شاء الله. وفي تلك الاثناء لم يمنع الطيران الاسدي الجيش الحر من اداء الصلاة والدعاء لربهم بنصرتهم على عدوهم وعدو الاسلام. الضابط المنشق ماجد عثمان من مدينة القصير يروي لنا كيف حاول الجيش الحر إسقاط طائرة مروحية باستخدام مدفع من عيار 14.5 في ذلك اليوم. طيارة سخوي وطيارة هليكوبتر مواقع ميل والشيخ علي. طيارة سخوي طبعا ما نقدر نصدر لنا حكينا كثير إمكانيات نضيفة، يعني ما عندنا رشاشة 14.5 ورشاشات دوشكا، هاي ما بش تسوي شيء قدام رشاشات قدام الطيارة السخوي. فرد الظلام علينا جناحيه واضطرنا للمغادرة إلى إحدى المقرات التي تبعد عنا مسافة بعيدة، فانطلقنا على الدراجات قاصدين مسكن إحدى المجموعات في أعالي الجبال واستبرد قارس لا يوصف وظروف معيشية صعبة للغاية. تعرفنا إليهم عن كثب
وفتحوا لنا قلوبهم ليحدثونا عن مشاكلهم وعن الصعوبات التي تواجههم. يغني هؤلاء كل يوم النشيد جنة جنة الذي كان نشيد رفيقهم الشهيد محمد ناصر الحاج. يا ليش تنادي حرم يما الأمجادي، سوريا ليش تنادي، حي على الجهادي، حي على الجهادي، لا تفز لي أهلنا، لا تفز لي أهلنا. الصباح استيقظنا على خبر انسحاب الجيش الأسدي من آخر معاقله في الجبل، وهو نفس الحاجز الذي جهز كمين لمجموعة من الجيش الحر فاستشهد اثنان منهم، وعناصر نفس الحاجز كانوا مسؤولين عن قتل 3 من الشبان أثناء رحلة لهم معتقدين بانسحاب جميع الحواجز، وهم يوسف البرشا ووليد الطيار ومحمد صبح. لتعلن فضائية النظام في نفس اليوم عنهم أنهم مجموعة من الإرهابيين كانوا قد دخلوا الأراضي اللبنانية، وألصقت فيهم بطريقتها السمجة في اختلاق الأكاذيب تهمة قتل 3 من عناصر الجيش اللبناني في عرسال. تم قتل هؤلاء الإرهابيين. ومن ثم اتجهنا إلى لقاء أحد الضباط المنشقين الأخ أحمد شروف، والذي عانى من ظلمات السجون ليروي لنا قصة انشقاقه. في رمضان 2011 يعني فكرت بالموضوع ودرسته مزبوط، فكان في عندي رقيب يتودد علي كتير ومتقلب من حيش، فسقط له هيك نتيجة كذا موقف له، فسقط له كتير هالشب وروح، يعني حسيت أنه هو الطريق الوحيد أنه يوصلني على تركيا ومنشق وأخلص. بدأك أحداث أثناء بشهر الثامن كان انشقاق الضابط شوي صعب، إذا ما أمر حلو طلع وكذا كان انشقاقه شوي صعب، فقررت أني أطلع تركيا ومن تركيا معي، وثقنا فيه للرقيب كثير ويعني أعطيته الأمان للموضوع، فقال لي أنه أنا بديك على تركيا وكذا ولا تأكل هم، ونسخ معي على أساس أنه يوديني على تركيا فأنا أخذت إجازة ونسخت أموري على 24 وجيت عنده قلت له بدي انشق، بس بدي سلم السيارة وطلع. وانا بتاريخ 14/9 اخذت اجازه لي واخذت اجازه للرقيب انه اساس طالع يوديني، هو كان حكي وكلم مع رفيقه موبايلي انه اساس انه طالع يوديني وكذا على تركيا، ف 14/9 اخذت اجازه لي ولو نهار كان فوجنا الخميس كنا بنوبين بس فيها، قلت باخذ بس الخميس انا وياه ومشت فيها. والله الساعة شي 10 اتصل قائد كتيبة بيقول لي احمد بس لا تنزل عايزينك دقيقة، قال لي اعرف انت مشاكل وكذا، قائد فوج ما عم داوم من هالحكي، قال لي الساعة 11 ما كان ما حدا طلب افتح من حلقة 9، قال لي هيك على الهسي ما فيش حدا يشوفها. والله الساعة 11 ل 5 ما قلت لها السيارة عم بزمر من قائد كتيبة، قال لي طلع طلع عايزك قائد فوج، خير شوفي، قال لي والله عايزك قائد فوج، شوفي، قال لي والله العظيم ما بعرف، اتصل قال بدي اياك عايزك شوي، فنحن طلعنا على قائد فوج قاعد عنده تبع الشرطة العسكرية تبع الفيلق، فقعدنا نحن وياه قعدنا واهل وسهل وضيفنا قائد فوج، قلت له خير سيدي انا اخذ اجازه بدي تسع، قال لي والله عايزك قائد فيلق 5 دقائق من هنيك بتنزل بتشوف قائد فيلق بحياتك بتنزل. رحنا على قائد فيلق وصلنا على الباب الرئيسي، قال شرف شوي حكوا مع قائد فيلق على السياسه دي كلها كانت تعبانه، قال حطوه بالسجن نص ساعه وبعد نص ساعه عند الضيوف تبعوني. قلنا خير شوفي،
هم حطونا بالسجن وسكروا علينا الباب 15 نهار ما حدا لا قلنا مرحبا ولا كيفكم. بعد 15 نهار قضبت انا الفيلم اطلع لان صار حكي انت قاعد فوش. قلت له خالد شو في بيني وبين قاعد فوش؟ قال والله كان زعلان منها. انا ما كان معي اغراضي نهائيا، كنت اغراضي كلها بالسياره، كل اغراضي بالسياره، الموبايل والزين الهويه كل شيء. فهو شو بده؟ بده الهويه، كان ياخذني على الفوج ياخذ الهويه وياخذني على المخابرات. رحنا على الفوج اتصلوا دور على كان ابي نفس النهار جاي اخذ السياره. نفس النهار كان جاي ابي اخذ السياره، وين هو يتاخذ له انا هويتي بالسياره، وين السياره؟ اتصلنا على صرت مع رفيقي اللي اجى ابوك اخذها. والله انه ابوك اخذها، قال اطلع عايزين اكثر المنطقه خمس دقائق. ضابط الامريكا. رحت رجع، نقلت توكا الله. من ناحية نحن على الطريق اتصل خلي يبعثوا لك هوية، اتصلنا انه بعثوا لك هوية. فتنا على فرع المنطقة 10 دقائق، قعدنا هيك، اجوا اثنين قالوا شارك معنا. بطاقة توقيف على 93. فتنا على المخابرات العسكرية، مخابرات عسكرية. أول نهار ما حققوا، ثاني نهار طلعونا من الصبح وانه كاتبين كرر الموضوع بالحرف، بالقلم مشروح، كله مسجل صوتي والمكالمة مسجلة، الحكاية العسكرية. شو رأيك بالحكي؟ انه صح شو حاولوا بعد قعدنا 45 نهار مخابرات بعدين حاولوا من عسير ماي. اول فتره حطوني انا بالسجن الابيض، هذا ابو السجن الابيض المدللين، يعني ما في اي شيء، ما في لا تعذيب ولا شيء، يعني هيك ل 15 واحد 15 واحد طلع عفو. احمد شروف طلعنا بالعفو. قال انت عندك عقوبه انضباطيه بدك تروح موجودا على ابو تنفذها 30 يوم غرد 30 يوم لعند هالعدد بيقعد 30 يوم. والله قعدنا ال 14/2 18 واحد بعد 3 ايام من ابون قال عندك محكمه ميدانيه تحت الابون. نزلنا ونسيت كنجو تري محوله قضيتي انا كمان على ميدانيه، بتروح انت اللي خاطب الموضوع يعرف انه في اول شيء قضائي بعدين ميداني بعدين. والله انا هون بلش قلت يا لطيف صار في زيت انه محول على ميدانيه وطالب العفو بيطلع لو المهم غيروا لنا التهمه بالقضاء العسكري، حطوا لي انباء كاذبه توهم نفسيه الامه وتفكير بانشقاق والطائفيه وضعف شو القومي. ايه بالقضائي وقت اللي طلع عفو عليهم هذول المواد كان يبدا العفو 15 واحد على الفرار وعلى الطائفيه شمل كل المواد يعني. وطلعت انا 18 واحد فتنا على المحكمه الميدانيه قال شو اسمه وقت فتنا على المحكمه الميدانيه غيروا لي اياه، غيروا التهمه شو كتبوا لي؟ اساءه لسمعه وكرامه الجيش. وزدتونا من السجن، رجعنا 14/2 على اساس نازل على البيت انا والله الطقوة الكلبشات بايدينا انا ورفيقي والله حسام عليوي رجعنا على سير مايا هيك حسام عليوي شو دكتور؟ نقيب هيك ل 26/10 طلع العفو طلع الحمد لله بالعفو هي قصتنا كل ايدك وبعدين 26/10 رحنا موجودين على قطرنا نحن كم ضابط رحنا موجودين وباقي الضباط راح كل شيء انشقاق راح موجودين على القطع شلون؟ كل شيء عند الدكتور مانشين معي رحنا على هذه مش كنت براي زلمة جاهزة حتى عرفوا لي ما فوتوني قعدت اوقع عندي اغراض ونقص خير الله كله شط فينا وقع براي زلمة انت بريد زلمة روح موجودة على بانياس قعدنا بانياس شيء 20 نهار بصرنا هيك على الخيو بتنزل داوم نهار بالشهر 43 يعني قعدت لعمل نعم هي انت على عمل نظامي بين شو لو احتياط؟ لو احتياط 143 والله عدنا نزلنا اول اجازه طيب اتصل فيني قائد فوق قلت ما بقدر اجي قائد لواء ما بقدر اجي الطريق مسكر قال يلا مدتها للشهر يا مدتها 15 نهار بس انه يعني مبيتك لا تجي اذا المبيت تجي مبيت الثاني ان شاء الله المبيت الثاني دق دق خالصين. رغم ما يعانيه هؤلاء الشبان هنا الا ان معنوياتهم عاليه جدا وثقتهم بالنصر القريب وبإسقاط النظام تزداد يوما بعد يوم.